بسم الله الرحمن الرحيم، موضوعنا لهذا اليوم كيفية استنساخ الريمونت. بالنسبة للريمونتات، اكو ريمونتات مثلا مفقودة، خلينا نقول مثلا هذا الريمونت ما موجود من عنده بالاسواق، فنريد نستنسخ نسخة ونضمها، ليش نتعذب ندور عليها بالاسواق؟ فسووا لنا هذا الريمونت، هو ريمونت الاستنساخ، هذا الرمز ماله HL695E. هذا النوع طبعا للريمونتات قابل للاستنساخ، يستنسخ من ريموت اخر مقابل له. هسه راح نشوفكم هسه هذا الريموت، شوف اي عاز ما يستلم، ماكو اي عاز، تشوفون ماكو اي عاز، وهذا هو الاصلي، تشوفون الاصلي مالته مثلا سورس زين عيني. فهسه نريد نستنسخ هذا الريموت على هذا الريموت. اول شيء نخلي المسافه تقريبا حوالي سنتيم بين ريموت وريموت، نخلي عدسه مقابل عدسه. نجي اول مره نضغط على تي في، راح يرمش ويستقر الاضاءه مالته. هسه نختار مثلا اي زر مقابله زر اخر مشابه له، نفرض الباور ويا الباور، نظل دايسيها هنا، رمش عندنا ندوسه، ندوس النوب الزر الاحمر، نفرض المنيو ويا هاي المنيو، هم نضغط التي في يشتعل الجلوب، ندوس تي في يا تي في يرمش، ندوسه وندوس الاحمر، مثلا الاكزيت، هاي الاكزيت ايضا ندوس التي في يتوهج المصباح، الاكزيت ويا الاكزيت نظل دايسيها يرمش المصباح ويستقر، ندوس التي في وياها الاحمر. الصوت العالي والناصي ايضا ندوس التي في نعلي الصوت، وين التعلية الصوت الزائد ويا الزائد ايضا نفس الحاله، ندوسه ندوس الاحمر. الناصي ايضا ندوس التي في، العمليه سهله، هسه ندوس الناقص ويا الناقص يرمش ويستقر، ندوس التي في. وهسه نجي استنسخنا هذا الريموت، راح نشوف الخيارات مالته وياكم. الخيارات مالته هسه مثلا عندنا المنيو، لاحظ هذا المنيو، اكزيت هاي الاكزيت، تعليه الصوت لاحظ تنسخ الصوت، وهكذا. فكل الخيارات تقدر تستنسخها بهاي الطريقة. إذا أريد إطفائه لاحظ طفيناه، أريد نشغله ندوس التشغيل مالته لاحظ اشتغل التلفزيون. فحبينا ننوركم على هاي الطريقة، والطريقة كل سهلة مثل ما شفتوها، متوفر بالأسواق، وشكرا لكم.